مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. ستزداد سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار والأتربة في كثير من الأماكن، وطبعا هذا واضح على الخريطة التي أمامنا، فبنلاحظ أن هذا اللون الأصفر إلى البني هي مناطق مغبرة بشكل واضح. هناك اشتداد كبير على سرعة الرياح يومي السبت والأحد، وموجات غبارية في مناطق واسعة من المملكة، وطبعا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء تقريبا مغبرة إلى حد ما يتدنى مدى الرؤية الأفقية، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 13 لكن الصغرى الملموس 11، إذن تميل إلى البرودة خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم السبت أجواء مغبرة، درجات الحرارة معتدلة من حيث درجات الحرارة، الأجواء العظمى المتوقعة 30، أيضا الأجواء بالليل لطيفة من حيث درجة الحرارة لكنها مغبرة، وبشكل عام الرؤية الأفقية سيئة وهناك تدني واضح وكبير في مدى الرؤية الأفقية. يوم الأحد الأجواء مشمسة ومغبرة أحيانا، العظمى المتوقعة 33، ويوم الأحد ليلا بتكون الأجواء ما بين صافية إلى غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية، الصغرى 12 درجة مئوية. يوم الاثنين هناك انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة ونشاط للرياح مرة أخرى وإثارة للغبار والأتربة، الأجواء مغبرة راح تكون بشكل عام يوم الاثنين سواء في النهار أو بالليل، وهذا يؤدي إلى سوء الأحوال الجوية وإلى تدني مدى الرؤية الأفقية. يوم الاثنين العظمى المتوقعة 24، وبالليل أجواء تميل إلى البرودة أو باردة نسبيا، والصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية في الرياض. الأحوال ودرجات الحرارة المتوقعة في الأماكن والمدن المختلفة من المملكة، أجواء مغبرة في المناطق الشمالية والوسطى ومعظم مناطق المملكة، وأيضا ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، العظمى في سكاكا 26 والصغرى 9، تبوك 22.5، عرعر 25 إلى 11 درجة مئوية، لكن تبوك هناك احتمال لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، جدة والطائف ومكة المكرمة، أجواء غائمة جزئيا وإلى غائمة أحيانا، هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، إذن هناك احتمال وارد وكبير خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر. المدينة المنورة أيضا أجواء غائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 27 والصغرى 13، جدة 27 إلى 20، مكة المكرمة العظمى 30 والصغرى 18، الطائف العظمى المتوقعة 22 والصغرى 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية بتكون الأجواء تقريبا غائمة جزئيا، أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في الباحة وجازان أحيانا، العظمى المتوقعة في الباحة 17 والصغرى 12 درجة، مطار أبها الدولي العظمى 23 والصغرى 13، في جازان 31 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة خاصة في حفر الباطن، يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير، الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن 33، الصغرى 17 درجة، الدمام 26 إلى 15، والإحساء 30 إلى 15 درجة مئوية. أما المناطق الوسطى، منطقة الرياض وبريدة وحائل، مناطق مغبرة، درجات الحرارة فيها تقريبا معتدلة لكن الأجواء سيئة من حيث الغبار والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية، حائل العظمى 26 والصغرى 7، بريدة العظمى 32 والصغرى 16، الرياض العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.
أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.